السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا ومسهلا فيكم. بعدنا في ال ستراندد ولا الين داون، وآخر مرة سوينا شوي تغييرات وسوينا بيوت. الحين شو بدنا نسوي؟ بنبدأ نحول هالمكان مشغل ونخلي البيوت تبدأ تمتد في فنسات أو في جدران. وأعتقد واحد من سبب الأكل عندي خيس، أنا ما عندي، خلنا كيف أقولكم، ما عندي التنشيف. فخلوني احطي اداة تنشيف اللحم، واداة تنشيف اللحم اباها يعني مكان الاكسس مالها عالي جدا، يكون مثلا عند شو اسمه، حلو احسه عند الطاولة تي على يم في باب هني، هي في باب لكن عادي ما يضر، يعني قريب الطاولة شوفوا بيغطي على الباب للاسف، يعني بيكون مكانه حلو. نقدر نغير اماكن هايل شوية يسار حبة. ما في شوارع في اللعبة، لو في شوارع كان فنان. ما في شوارع هني، حطينا لهم مكان اللعبان هذا. بغير مكان هذا بما انه تغير، شوف هذا الحين اذا نشفوا الاكل المفروض اللحم الزايد اللي عندي ما يخيس، لان شو انا كان عندي خيس اللحم، فنحن الحين ما نبي اللحم يقعد يخيس 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 بالطريقة هاي. يعني خلنا نحط كراسي حق الجماعة الطيب اللي هني، زين، ونبدأ مرحلة صيد. صيد عندي وايد حيوانات، وهاي اللي عندهم سنايبرز فما يفرق، أقدر أسوي شو هانت حق الشعب اللي هني كله، بعدين بشوف التربية. الشيء الثاني اللي نبي نسويه، نبي هالبيوت تتحرك من هالمكان وتقعد في مكان واحد نفس هذا البيت اللي هني. يعني هل هذا ممكن تحريكه؟ لا، هذا بنهدمه، بنخلص بنهدمه. بنيب كامب شلتر مثل نفس الاولي، بخلي حبه، بخلي فراغ شوي، ولا لا بخلي في الوسط هني بالطريقه هاي. هذا بيت، اوكي، كامب شلتر، كليك كليك ذابحني. هذا لازم يتحرك من هني، يكون عند مكان نفسه هني يشتغلون، ونبدأ نحرك وايد أشياء من مكانها. طبعا هذا شيء ضروري على أساس نبدأ نحصل مبتغانا من بعض الأماكن. اني بشلتر، اني بمثل شلتر، نحط لنا مثل شلتر ثاني. لحظة، كانسل كامب شلتر مثل، ايوه بالطريقه هاي نكبره. بنسوي نحن قلنا 4 حبات حق كل بيتين، انزين، هذا بيتين هني، البيتين هاي بعد نفس اللي هناك راح يضم، بس بشكل اساسي على الاقل سريرين حق الناس اللي ساكنه فيه. نقدر نسوي السريرين واحد على هاي الزاويه، بما انه ما احس يفرق وايد، واحد نخليه على زاويه البيت. هذا شوي ترتيبه ما غيره، بنحط لهم فرنتشر، زين، غنفه لو احصلها حلوه. بنحط لهم وردروب صغير حق كل نفر حبه، ستورج وردروب صغير حق كل نفر حبه. وبنحط طاوله، اح شو استوى تو، في شيء انفجر، في شيء طاح، ما اعرف شو استوى بس في شيء طاح على الكوكب. نحن بعدنا في عالمنا صغير، ترى وايد صغير عالمنا، وسالفة اني احط فرنتشر حبة حبة هاي شوي انا رافع ضغطي، ولكن احس يمشي يعني عادي. وودن نحطي هني، ونحطي لنا من ضمن اللايتنين، قلنا بنحطي لنا مش البول تورش، ممكن نحطيه بين السريرين، ونحط لنا بعد وول تورش مقابل اللي بين السريرين فوق الطاولة، على أساس يكون عندنا إضاءة في الليل يعني، ولا ما بيعرفون شو يسوون ترى للمعلومة. يعني في هذه الحال أنا أقدر أهدم البيوت اللي هني كلها ديكونستراكت. هذا نقدر نسوي له بعد كلها ديكونستراكت، أنا بسوي سرير أنا الحين، ف خلاص يعني هاي كلها ما بحتاجها. ديكونستراكت
ديكونستراكت، وبنبني لنا بيت اخير هني، وبعدين ولا نبني لنا بيت، تعرفون شو هني بنبني بيت، خلينا نحط هني بس نكمل الفنس الخشب من هني لين هني، وهذا باب الطريقة هاي، وبنشل هذا. هذا المشكلة اذا شلينا وايد ماتيريال يبالا هني، بعد وايد ماتيريال ممكن نحط البيتين وين ما نبك يا اخي. ما نباك للأسف، ممكن نحط البيتين هني دايركت. انزين غير هذا نباك كام فاير حق كل بيت، نقدر نسوي له من سكراب متل، نحطي لهم جدر طبخ خايل في الوسط. البيت الثاني اشك لان ترتيبه مش نفس الترتيب، ولكن اذا اسوي له موف هاي بيستوي اوكي، وهذا نسوي له، ما بنسوي له موف، شو بنسوي؟ كام فاير سكراب متل نقدر نحطيه برا عند البيت نفس الاولين يعني على زاوية، ولا هني ورا الكرسي يعتقد من الاكل مالهم، بس هذا يتحرك من مكانه. ونجيب اللايتس نحطي وول تورش واحد هني، هناك في ليت عندهم بالطريقة هاي. معناه هذا صار عندنا بيت حلو، وهني بعد نقدر نسوي بيت ثاني جنبه اذا انا بنستغني عن ذاك البيت، نسوي حبة فراغ بس على اساس ما يلتحم. زين ونسوي كامب شلتر الطريقة هاي، كامب شلتر الطريقة هاي، كامب شلتر بالطريقة هاي، ونفس تصميم البيتين الباقيات. نجيب سرير ونخلي الجماعة يبنوا لهم بيوت جديدة، والبيوت القديمة كلها بنهدمها خلاص، بما ان في سرير بعد زيادة ترى، يعني مش انه ستورج وردروب، حطي لهم كبتين حق كل نفر كبت. طبعا اخر شيء الحرمة اللي بتاخذ كبتات كلها، الرجال ما بياخذ شيء، لكن ما عليه، بنفترض ان الرجال بيعطونا كبت واحد ولا شيء، ودائما الرجال ما يحصلوا كبتات في البيوت، انا اخبركم اسمعوا مني بالطريقة هاي. لايتس وطريقة البناء شوي كئيبة في اللعبة، ترفع الضغط لكن في نفس الوقت حلوة. شوفوا هذا طبعا لاني لازم في باب هني، اذا اسوي دي ريكونستراكت از مش دور، لا ابغى اسوي دي كونستراكت حقه، واحط مكانه جدار على اساس ما يكون فنس، نحط الفولز الطريقة هاي. شوفوا تعدل وصار عندنا بيوت مماثلة الحين في الشكل والديزاين وبعض الأشياء. نقدر نحط ليجر حكم حق كل حد مثلا هني، تورش صغيرون حق الجماعة اللي هني، نفس التصميم ليجر صغيرون نفس هذا، واني نهدم كل باقي البيوت اللي نحن ما نبغاها خلاص. ديكونستراكت 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 الاكس هو الشورت كات ماله. وعندنا التايلر لازم نسوي له موف، لا ما بسوي له موف، بنسوي بيت كبير في الوسط، بنكمل هذا البيت الى بيت ضخم بيكون داخل كل الصناعات، ستور صناعات، ايه تدرب على هذا. انزين هاي عندنا لحم، هي روميت اتشوف ينشفون شيء، والله قاعدين يجففون لحم زيادة، هذا معناه الطباخ طلع على رسبي زيداد ولا مش بالضبط؟ لا مش اوكي، ميتس تو هذا اوريدي موجود عندنا في الكوكر. لا استو، هذا استو اللي هي الصالونة تقريبا مالهم، انت العشرين او عشرة بس كوك ريسيبيز فيجيز ريسيبيز انت اللي هافتن، خلهم ينوعون اكل
شيف ريسيبي عندنا شيء؟ لا ما عندنا شيء مال شيفات. انزين الحين هاي اللي شو بنسوي فيها من الحين؟ زين هاي بنسوي ستور ضخم، المكان بكبره يعني، والطريقة هاي ليش؟ لأن الحين هذا اللي راح مثل ما نقول، لكن بيبان وين؟ أبى أسوي باب مكان، مثلا أقدر أسوي باب؟ يعني لازم يطلعون من نفس المكان دائما، زي غير منطقي. هي يعني أنا ياسا حط البيبان نوعا ما صح، إذا أسوي بالطريقة هاي بيسوي حاجز داخلي حق الستور. نه ما بيطلع حلو، خلاص خلنا نسوي الطريقة العادية. نسوي مكان عندنا سكراب، بس احس قاعد امسخه. زين هذا بيكون بشكل اساسي شو اسمه، مو على فكره في اشياء نفس هذه ممكن تخليه باب ترى. اتصور خلنا نشوف اذا هالشي بيخليه باب معناه اوكي، لانه ما اعرف لهم صراحة. هاي موضوع ثاني مختلف تماما. طريقة هذه الحين بنبدأ نحرك اشياءنا حسب كيف نحن نحتاجهم. مثلا هذا الطباخ داخل، الودن ديسك ده هذا مال الريسيرش داخل. زين نقدر نسوي ستور، عندهم اشياء، عندهم يعني وايد اشياء. هذا ليش راقد هني يا سكران؟ قسم بالله استغفر الله العظيم. زين هاي حركناهم من اماكنهم، بيبدأ عندنا اشياء نفس هذا، ممكن نحركه بعد داخل هني، وعندهم الستور واشياء مالهم مال التجارب، كل شيء موجود داخل. الحين هذا ممكن نمده زياده، ممكن نخليه نفس ما هو حاليا، بخليه نفس ما هو صراحة. الحين قاعد يرقدون الجماعة، أمورهم طيبة يعني ما في شيء. بس المشكلة الوحيدة اللي عندي، أنا ما عندي تكستايلز الحين، باندج وأشياء ثانية عندي. لكن أصلا بحد ذاته التاسكات اللي موجودة عندي مش شوية، اوريدي عندي وايد تاسكات. هذا اوريدي ردوا يزرعون، هذا ما له موسمه، يتمون بس يزرعون لا اكثر ولا اقل. هذا معناه الريسيرش ديسك مالي هذا صح؟ هذا هل ليش ما تشتغل على الريسيرش؟ منو كان كنا حاطين حق الريسيرش؟ صبر الريسيرش وايد مهم. لارا صح؟ وين لارا؟ بلانت لا، هانت لا، كوك اوكي، كرافت اوكي، تيلر اوبزيرف لا، ديليفر اوكي. نقصنا مهماتها، المفروض تبدا تسوي لنا شو الريسيرشات، مفروض اسرع. مكتوب ون داي ماكس، لكن ون داي اذا هي تي تشتغل. المشكله الحين لحظة، لارا شو قاعدة تسوي؟ قاعد تروح تسوي اشياء ثانية، كرافت، تيلر، ابزرف، دليفر. لا تسوي اقولكم شل كل شيء عنها، خلي شغلها في الدنيا بس ريسيرش. بس انت بس شغلك تاكلين وتسوي لنا ابحاث فقط، ممكن؟ لان هاي مأخرة الدنيا علينا ترى. انزين استوى المكان حلو، بس المكان داخل طبعا يباله شوي اشياء. هذا ليت موجود، ولكن ما يضر نحطينه. اقدر احطيه على العمود هذا؟ ما يستوي. ممكن احطيه قدام الطباخة بعد احمر. ما اقدر ابني قدام الاشياء هاي. شو
اقدر لايت تورتش حسب يشتغلون في الليل بعد، بس هذا ما اقدر، ما اعرف ليش، في يمكن عشان ال لحظة شوفوا احمر يعطيني، حطي على المدخل بينور عليه شوي، اذا ما يستوي هذا شو بسوي؟ زين سوي موف حق هذا عنده ونخلي من الوسط فاضي شوي، ونجيب من الوسط اشياء مال تخزين، بس هاي بتسد عليه الدرب صح؟ لا بس في درب من هني يمشون لان الليت بينشل، فشو بنسوي؟ بنسوي كبتين تخزين بالطريقة هاي، اوكي، وبعدها في عندهم ممر داخلي لين هني يطلعون ويرجعون، خاصة ان هذا بيتحرك، هذا معناه المكان صار في الجهة الممتازة، وهذا المفروض نظريا ما اعرف، لكن ليش ما بقدر احط عليه تورتش؟ هذا السؤال، هل في سبب يمنعني؟ ما اظني، معنى هذا قسم الابحاث والصناعات عندنا موجود، وبسوي مكان ثاني حقه يمكن نفس الشيء بس بالعكس. في حد من البيوت ما عنده هاي؟ هي هاي نبقى كل بيت جدرهم عندهم، هذا كيف حطينا لهم في الوسط؟ بنحط لكم انتم نفس الشيء في الوسط، كل بيت جدره عنده، اشياء عنده، يقعدون يسوون اللي يبونه وبس، كان الله غفور رحيم. ليش الحين بما ان استوى عندي الريسيرش باور عالي، وانا ببدا اسوي كونستراكشن حق اشياء زياده، بس شو البيسكس اللي بيفتح لي اياهم؟ بيسكس صبر، ساينس ساينس ساينس، انزين اوه طلع لي هاوسنج اصلا كل اللي سويته بغيره، تبا لهم تبا لهم، وانا متفلسف من الصبح شو مسوي شو ما مسوي. يقولوا لحظة الموسم مالي وين راح؟ هذا يا الله ايرفنت اشياء عندهم بيبان، وانا شاد حيلي وقاعد ابني اشياء، زين مو مشكلة، بنسوي بيوت برا عيني، نسوي بيوت حلوة، اوكي؟ عندي حل ثاني اسرع، نسوي ستون عندي كم؟ خلينا نسوي وود، ويوم احس الستون عندي عالي، يا اخي والله انقهرت يا جماعة، من الصبح شاد حيلي و وقاعد ابني واسوي، واخر شيء اقدر اسوي بيت، يعني بيت بيت وقياسات، اسوي بيت عود حق يبون عيال، زين الحين لازم نحطي باب، حطينا باب طريقة هاي نسوي بيت مودرن يعني، زين وول يستوي نحط جدران داخل، يا الله يا الله اسوي غرف، اقدر اسوي مطبخ، اقدر اسوي اشياء يا الربع، هذا كله بندخل داخل هنا وبنهدم هذا اخر شيء يا الربع. شو الساينس اللي عندي نكست؟ لازم اني بحيوانات الحين قاعد اسوي، ايوه صح الكلوث كنا نبى صح، بس خلنا ندخل الريسيرش ديسك ونضيف عليه بريك رومز وات كونكريت رومز، زين هذا بعدين بعدين، ما نبغى ما نبغى ليذر ارمر اشياء، بيكلينج يبغالنا مخللات، يا الله يعني الشغل اللي سويته هني كامل الحين تغير علي في شو؟ في هذا، وهذا بشوف كيف بيطلع على اساس اعرف اقسمه، لأن معناه بيستوي بيت هني بيت هني، البيوت راح يتغير ترتيبها، هذا ترى عادي نقدر نسوي فينسنج نسوي كل شيء، بس كم يستهلك؟ هذا السؤال، يعني مثلا هذا بروحه كم بيستهلك من نمود؟
مش وايد، مش الكميات الضخمة. اوف، هذا كم وصل؟ هذا كم قايبني؟ مسوي لهم بيوت رسمية، شوفوا، مع الغطاء مع كل شيء جميلة. وشوف البيت نفسه في شبابيك، الشباك مثلا خشب، نقدر نسوي شبابيك دبل دور واي. او شيت، روف اقدر اغيره، فلور سكراب متل، ستيرز اقدر اغيره. يا الله، يعني تعرفون تو انا طوفت على، انا ما كنت مستوعب هذا. شوفي ليش هالثمانة نازل، ما في حد يعالجه ولا شيء. هي يسوي هي اوكي، قاعد يزيد ايش في ماله، خلي يصير ياكل شيء. اكل عندنا المفروض وايد، ما عندنا اكل. زين، هذه تطبخ، المفروض ما تسوي شيء ثاني غير الطبخ، صح؟ منو كانت تطبخ عندنا، املن ولا ماكي؟ املن صح. املن بيصير عليها اكتيفيتيز، كوك تيلر لا، دليفر لا، بس هيدو هذا. انزين، وصلنا للبيت يا جماعة. يا بسوي بيت صغيرون حلو. زين، بسوي البيت فيه خلنا نفكر. فرنتشر ليجر لا، فاير بليس. يلا فاير بليس اكبر عن بيت. قبل ترى ما عندهم تلفزيونات، فعندهم فاير بليس. اوكي، عندهم فاير بليس حلو. فرنتشر، سوفا ما اقدر اسوي، بس نقدر نحط طاولة عودة. زين، وحق الطاولة العودة زين نحطي لهم من باب التغيير هذا يا اخي، كله نفس الكرسي، نفس الكرسي مو حلو. زين، لين يستوي عندنا كرسي عدل يعني. والطريقة هاي حطينا كرسي، هذا خلصنا منه صح. نسوي هاوس، نسوي وول، نيبول من هني لين هني. اوكي، ونحط في الوول شو، دور، نبا دور، باب خشب هني، نبا باب خشب هني، ونبا يدار. هذا بيت اقتصادي شوي، ما عليه. هذا بيت صغير، بيستوي بيت مش اوكي ابدا. تقسيم تتعبانه، سويه بالطريقة هاي. هاي غرفة ياهال مثلا، بين غرف الزرقاء غرفة سرير. زين، هذا سريرين، وهاي اللي فوق نحط لهم ستون جنب بعض. واحد زين هني، نحط ستون بد هني، نحط الفارمك. شو عندي جديد؟ اوه، فروت بوش، ها صار استكشفه توا. زين، هاي اللي نحط لهم ليجر، نحط لهم إضاءة هني حلوة. زين، البيت لازم يكون فيه ليتات ثرو اوت. زين، احس ياس ياخذ وقت وايد، ولكنه جميل. نحط له لايتس تورتش هني، نحط له تورتش هني. لا، هاي التورتش في نص الغرفة بالطريقة هاي من هني، بس ما في شارع الحين. لو في شارع كان وفر علي بعض العذاب، عرفتوا؟ انزين، باب بيتهم خلينا نحط له كام تورتش، مدخل البيت. هذا استوى عندنا بيت حق اربع عائلة من اربع افراد مثلا، رائع الصراحة، جميل صراحة، جميل. لكن نحن عندنا بعد ديس ريسيرش ديس قام يشتغل. بما انه قام يشتغل،
انا بنحط وايد اشياء، بس سالفة السالفة حلوة يا اخي. حصة ما عندنا ليش؟ هذا شو يسوي؟ شو الفايدة منه؟ يلا مش حالك، ما عليه. الحين الليل كلهم رقدوا، لكن في اشياء ما انبنت ترى، وهالاشياء قاعد تنزرع وتجيب لنا ستوك اكل. ما في اكل منشف عندنا، مثلا لحوم مجففة، عندنا انملفات 25، عندنا سلوب، عندنا جليتر كروب. ها المفروض كله يكون موجود عندي ستوك. انا قاعد ازرع من متى؟ شو موجود في لستة الطبخ هاي؟ ليه كنت غيرت يوم حركتها من مكانها؟ not enough resource، كله not enough resource صح؟ هذا معناه لازم احنا شو نسوي؟ اوكي هذا قاعد يستكشف، لازم نسوي هانت. اباكم تصيدون المنطقة كامل، منطقة كامل صيد. انزين، وشيء ثاني اللي لازم نسويه هارفست. هارفست الهارفست هارفست كل شيء، لازم نخم البقعة خم. هارفست كل شيء، اي شيء احصل الحين بشله. هالمنطقة كولكت اول وبلس هانت اول. الحين هالوقت هذا بيطلعون بس شغلتهم صيد وربعه، ما عندهم شيء ثاني. هاي الجديدة ما عندها سلاح، عندي ليزر بيستول 32، عندي سبيرز اقدر اعطيهم فوق هذا كلهم سبيرز. دبل سلاح، يا سلام يا سلام. الحين ترى هذا الحين بيزيد، ما عليه، بيبون لحم، بيبون اشياء. انا اخاف انهم يذبحون ولا يجيبون. لحظة، بوتشر بوتشر، اذا في شيء خلهم يجيبونه. هني كانوا يذبحون توه. بوتشر بوتشر كانسل بوتشر. اوكي خليه يسوي بوتشر. الحين ما عندنا سكاكين. الحين عندي الورك شوب. وين صار هذا؟ هو انزين ورك شوب مفروض كروس بوز واسلحة، كرافت سكين من ضمنهم، هيلينج بام. هذا خلينا نشوف اذا تقدر تحطي لك 10 دايما. زين كرافت بعد شو؟ فيجي ليذر انتل 100 طاف، اشتغل للابد. زين كرافت سنتيتك كلوث، اذا تقدر خلي دايما ان 20 من هذا معناه اوكي. الكويك ريسيبيز ما عاد تكفي، تيست ريسيبيز على اساس نحاول ننتجهم، واشياء ثانية. الحين هذا واحد، الحين هذا بيفتح لنا فرمنتيشن. فرمنتيشن بيفتح لنا نسوي مخللات تقريبا. المخللات راح تخلينا نحتفظ بالناس لفترات اطول. خلي تشوف البيت شو اخبارك. والله يا النبي جميل. شوف 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 شوف، يا سلام. بس يبالي البوبوليشن مالي يزيد. الحين مثلا انا التكستايلز ما عرفت اطلع صراحة، يعني بعدين ما دورت عليه صراحة. التكستايل هو اللي انا محتاجه اساس ابني هذا. بنو انا الحين عادي يزودون عندي، يبون عيال. يا الله هذا بعد population بيزيد. شوف هذا اشبه غزال، بس ما اعرف big horned animal. بس المشكلة اذا ما ربيتهم ما راح يسوي لي المفعول الاساسي،
لحظة، ما حد قاعد ينشف شيء. زين الحين برودكشن زاد عندنا فرمنتيشن بارل، في وود، في سكراب متل. سكراب متل ما عندي وايد، وود عندي وايد، ف بنحط الفرمنتيشن على اساس انه برا هني بالطريقة هاي. اثنين زينة. زين وبنشوف الريسيبيز، الاشياء اللي نقدر نسوي لها فرمنتيشن. بعدني الاولويه، سالفه اني ما اعطي اولويه تضايق، بس عادي. لا شو قاعد يسوي الحين؟ يبين عندي، شوفوا عند الايكون ماله، هاي قاعده تطبخ. بس الاكل مره واحده زاد عندي وايد، يعني شوفوا كم لحم. المفروض يستعملون دراينج راك، يعني المفروض يبدون ينشفون الاشياء وايد. ايوه شوفوا، ينشفون جلود هالسوالف. الحين بيطلع عندي جلود حيوانات. كم باقي؟ 46. لا يبالي دراينج راك ثاني، هذا ما يكفي ابدا. لارج انيمال سبوت، الله، هذا بيكون عندنا موضوع كامل حقه. دراينج راك وود، تعال منطقة التنشيف، تعالي. زين ونسوي ماشين دراينج وود بالطريقة هاي، لأن هني أصلا تقريبا فلترة. يعني لو أسوي جروب بأيتم، شوفوا عندي 46 فري، فما أظن يمكن يكفي كل شيء. 44 فري، والله يشيل وايد، بس لازم يجففون اللحم وكل شيء. شوفوا، وهذا يتسوى منه اكل، فلازم نبدا نصيد. ومش بس نصيد، يعني ها قاعد يطلع لنا مصدر اكل. مصدر اكل دائما هو اهم مصدر نحن نهتم فيه فعليا، يعني كاكل، كعفوا، ك هذا ارمر اور بروسبكتنج ذير من بليس يو كان فايند اور جاست تيك سبوت ذم. نشوف شو نسوي الحين بحث. المهم سوينا البيوت واكتشفنا البيوت الصراحة، فكهذا الجيم هذا وسوينا لنا بيت. يمكن نكبر بيوت ونسوي بيوت بأشكال مختلفة ونهدم هالبيوت ويكون هذا القلب التجاري للمدينة. مع اني كنت افكر اسوي قلب سكني، لكن اسوي قلب تجاري. فبنشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة على خير، ومشكورين على متابعة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.